باسم أبناء الطائفة في هذه الديار وفي الجبل الأشم وسوريا عامة، نتقدم بالشكر الجزيل للأخ الرئيس أبي مازن والوفد الذي زار الأهل في سوريا على مجهودهم الجبار الذي بذلوه من أجل بلوغ الهدف، وعلى الخدمة الجليلة التي أسدوها لنا بلقاء الأهل هناك، جزاهم الله عنا خيرا. وفي ذلك اللقاء الخاص مع مشايخ العقل والأهل وبعد تبادل رسائل الشوق والمحبة، سلم المشايخ رسول السيد الرئيس ومرافقيه وصية المغفور له عطوفة المرحوم سلطان باشا الأطرش ليوصلوها إلى السيد الرئيس أبو مازن والذي قام بدوره، وبعد الوقوف على أهميتها التاريخية ولمحبته وتقديره لأبناء الطائفة المعروفية، قرر منحها لأبناء الطائفة مشكورا لمعرفته بأنها تعتبر من المستندات التاريخية النادرة التي نعتز ونفتخر بها وبصاحبها ونصونها ونعمل بها، وهي تصلنا اليوم تكرما من السيد الرئيس أبو مازن حفظه الله. لقد شرفني سيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن أمثله أنا وزملائي، وأخص بالذكر أخي وزميلي عضو اللجنة المركزية لحركة الفتح أخي محمد المدني وإخواني الكرام، لنؤكد لكم أننا شركاء في تاريخ مشرف، وكل ما فيه من معاناة وشركاء في مستقبل نضع صناعته اليوم لأبنائنا وأحفادنا وأجيالنا القادمة التي تستحق منا جميعا بذل كل الجهود لتضمن لها حياة سعيدة وآمنة وحرة مستقرة كريمة ومزدهرة. تأتي هذه الزيارة في إطار تنسيق الجهود والتواصل مع أهلنا وأبناء شعبنا القابضين على الجمر والثابتين فوق أرضهم رغم كل ما حمله لهم الزمن من محن، كما أننا نأتي إليكم اليوم لنصوب سويا الصورة النمطية الخاطئة السائدة في الشارع الفلسطيني بشكل خاص والعربي بشكل عام عن أهلنا بني معروف أقحاح العرب، حيث ندرك تماما كوننا شعب واحد بمسلميه ومسيحييه وبمذاهبه المتعددة، فرقتنا الظروف لكن جمعتنا الهوية الوطنية والقومية. سيادة المطران أخي الشيخ فضيلة الشيخ موفق، إنجيل عيسى أو كتاب محمد سيان عندي في العروبة محتدي، خول الكنيسة لا يقول لنا افسقوا والفحش ينهى عنه شيخ المسجد، فعلام يبغون الضلال بقولهم هذا مسيحي وذاك محمدي.